للأسف قسم من ردود أفعال المسلمين هي ردود أفعال عاطفية انفعالية غير حسنة. بين فترة وأخرى في هولندا في غيرها يطلع واحد معتوه أنا رح أروح أحرق القرآن، تستنفر المسلمون، كل واحد سيحرق القرآن سيفعل به كذا، وإذا أيضا أحرقه قاموا وتطوعوا ووزعوا هذه صور الحرق والفيديو ماله وسووا دعاية ونشر إليه ما كان يحلم بها، ومارسوا جزءا من هتك القرآن بأنفسهم. بعض هذه الفيديوهات هي نوع من أنواع هتك القرآن. أنا المسلم من دون تعقل أهتك القرآن. هذا مثل أن أنت واحد لا سمح الله يشتم والدك، تروح إلى والدك تقول له فلان قال لك الله يلعنك، هذا إساءة أدب بالنسبة إلى والدك. واحد أحرق القرآن أهانه، أنا أجي بدل ما كان هذا الفيديو منتشر عند 10 أجي أعممه على 10,000. جيت مارست جزء من هتك القرآن مع سائر الناس، هذا الهتك اللي كان لازم يخفى ولازم ما حد يدري عنه أنا نشرته وعممته. هذه هي الردود الانفعالية. الرد الحضاري، الرد الإيجابي العاقل، أن نجي نقول يابا هذا في وين؟ في هولندا. طيب أنا إذا متحمس خليني أنهض بمشروع إن كان هناك ترجمة القرآن باللغة الهولندية، أروح أوفر من أموالي أو من أموال غيري وأشتري مجموعة من النسخ ولو قلت وأروح أوزعها هناك أو أرسلها لمن يوزعها، أنشرها في مواقع هولندية، أسوي تسويق بالفيسبوك على سبيل المثال أو غيرها لهذه النسخة وأدفع مقدار من المال في مواقع اللي يتحدى فيه القرآن، أحرض أناس اللي عندهم أموال عندهم إمكانية على أنه تعال لأجل أن تحصل على الثواب، لأجل أن والديك يحصلان على الثواب، تعال خل ننشر القرآن الكريم بهذه اللغة في المكان الذي يمارس فيه هتك القرآن. أنا أوزع 5,000 نسخة هناك، لو يقراها 5 يتأثرون، هذا هو العمل الإيجابي، هذا هو الثواب الدائم. أما أنه إجيت ونشرت الفيديو والخبر وباكر بيحرقوا القرآن وسويت دعاية غير مباشرة إلى ذاك، هذا مو عمل صحيح، هذا منهج للقرآن.